لما تقول لي ادخل يا استاذ جميل والكاميرا دايره. نعم جرب برضو الصوت يعني نقرب ونشوف عشان نشوف. طيب طيب يعني اي حاجه حاضر. احنا يا مدام سناء جميل هنسجل مع حضرتك. انا تقريبا عندي فكره ان اسمي البرنامج ده تحدي جميل. ليه؟ ويصح اسميه اصرار جميل. اصرار جميل واخد بالك كويسه. اصرار بتهيألي عنوان برنامج من نوع غريب، السيده اصرار جميل. فقولوا الله ايه اصرار جميل دي؟ ويا سناء جميل انما البرنامج بيسميكي اصرار جميل، فايه رايك؟ حلو. انا حقيقي اصل انا انت عارف ان في حاجات كتيره في حياتي بأصر عليها. خلاص نتفرج عليها. يلا نتفرج. اتفضلي. يلا اتفضلي. طب يا محمد داير اتفضل يا استاذ مصطفى. اسمحي لي اناديكي باسم من عندي ممكن؟ اتفضل. سيدة اصرار جميل. اصرار جميل. نعم والله حلو لان انا انت عارف انا اصرار اصلا. بس انا اسمي سناء جميل خلي بالك. انا عارف. لا بس حلو اصرار جميل. لا يعني متهيألي من كياني من شخصيتي ده. من شخصيتك سيدة اصرار جميل. الشهيرة بسناء جميل، لاحظت ملاحظة لازم اصرحك بيها. من خلال حوارنا بحس انه احساسك يسبق عقلك، صح؟ طبعا، لان انت لو بحثت عن شخصيتي وده كنت يعني احب دايما ان الناس تعرفها عني، انا اللي بيقودني حسي مش عقلي. وطبعا ده مش صح، بس ده تكويني انا كده. فبس احساسي طول عمره كان صادق معايا، كان بيقودني و99% كان صح معايا. بتأتمنيه؟ جدا، لأن بحس إنه يقص في وعي حساس قوي، بيلاحظ الحاجة، بحس إنه أنا، عارف إزاي؟ أقدر أقول إنه ردود فعلك مش ردود عقلانية لكن ردود إحساس؟ بالظبط، بالظبط كده. ده خطأ ولا صح؟ هو عامة وفي عصرنا متهيألي العقل أفضل، لأن العقل ده بيبقى فيه بلاوي متلتلة في تكتكة وفي حاجات. إنما أنا تكويني كده. بس بتسألني إذا كان صح العقل أو الإحساس، لا العقل هو أصح في عصرنا هذا، إنما أنا تكويني كده. أنا خلاص اتكونت وكبرت وبقيت كده. بس الحمد لله يعني عارف يا أستاذ مفيد، ما خزلنيش يعني، يعني بأتمنه، بيقودني صح. وانت قاعد قدامي بحس انك انسان كويس او وحش او بردون يعني لمؤاخذة غير صادق، حاجات كده بحس بيك بيطلع 99% صح. عارف انا شعرت من خلال كلامك انه كلمة النيل ترددت على لسانك أكتر من مرة، فأصريت أن نلتقي على النيل. أولاً أنا عايزة أشكرك جداً على المكان الجميل ده. أنت عارف النيل ده أنا أولاً ما بعرفش عم، لأن صادف في حياتي 3-4 سنين لما كنا نروح اسكندرية كل سنة أشوف غريق، فخلاص اتعقدت ما بحبش المية. إنما النيل بيسعدني لدرجة أن عيني ترغرغ من كتر ما بسعد منه. بحس انه بيحتضنني، بيلمني، بيشيل مني خوف. على سبيل المثال انت لو حطيت ايدك في النيل وشلت الميه، الميه ما بتروحش حسها من ايدي غير ميه المالح، بتفضل حسها في ايدي زي ما اتنين بيمسكوا ايدين بعض كده. انا بحس ان ميه النيل بتفضل في ايدي، شيء يعني غريبة. بس صدقني ده إحساسي. أنا بحب أحط إيدي في النيل، أحب أبص له، أما ببص له بحس بأمان، بحس بأمان. ده نيل هيعمل لي إيه؟ بس فعلا بيبعث في نفس الأمان. مدام سناء يعني إيه عبارة الخوف اللي بتتردد على لسانك دايما؟ مش عارفة أنا ليه بخاف، مش عارفة. بتخافي من إيه؟ من المستقبل، من مش عارفة من إيه، بس يعني أكيد من المستقبل. واحد بيخاف من إيه؟ بيخاف من حاجة مجهولة لسه مش عارفها. بس لما بفوق لنفسي وبقول الله أنا خايفة ليه؟ يعني ربنا يخلي لي لويس والبلد بخير برضو والحمد لله. فبيروح
بس سرعان ما تبص تلاقي كده أخدتني موجة وبتاع. بصيت أبص ألاقي نفسي في حاجة كده مزنوقة في قلبي، في حاجة كده طبقة شوية في صدري. مدام سناء جميل، وأنا بحس إنه وإحنا موجودين على النيل إن إحنا في هواء طلق، وهذا يشجعني على أن أخرج ما في قلبي أمامك. تفضل يا أستاذ مفيد. هل صحيح إنه في يوم من الأيام كتب عنك الدكتور طه حسين نقد؟ أيوة، هو كان دكتور طه حسين الله يرحمه جه يتفرج على مسرحية اسمها زواج الحلاق بتاعت بومارشي، ويظهر إن الدكتور طه حسين كان شافها في باريس، فكتب أظن في الجمهورية كان إن حضرت مسرحية زواج الفيجارو في باريس وحضرتها في مصر، ولست أدري التي تمثل دور سوزان هي سيدة أم آنسة، إنما أجادت عن اللي حضرتها في باريس. ودي كلمة مش هنساها طول عمري، لأن اللي كتبها الدكتور طه حسين الله يرحمه. هل صحيح إنك أنت في يوم من الأيام مثلتي عند إسماعيل ياسين؟ أيوة اللي طلعنا أنا ونور الدمرداش وأفتكر نادية السبع وعصمت رأفت وعبد المنعم إبراهيم الله يرحمه، فروحنا اشتغلنا عند إسماعيل ياسين. لأني كنت بشتغل يعني لما ضموا فرقة المسرح الحديث على المسرح القومي كان فيها الأستاذ يوسف وهبي، كان بيديني أدوار كومبارس، يعني كان عندي أمل إن أنا أطلع في دور عادل، مرضيش يديني، فطلع في مخنا إحنا نروح بقى نستقيل ونروح. والحقيقة لما رجع الأستاذ أحمد حمروش هو اللي أصر على رجوعي. عند إسماعيل ياسين خرجتي ولا اترفدتي؟ اترفدت. ليه؟ في مرة مراته كانت عاملة عيد ميلاد ابنها وبعدين عزمتني. ابنها اللي هو اللي فيما بعد الأستاذ ياسين إسماعيل ياسين. ابنه عنده ولد واحد. فأنا ما أعرفهمش يعني ما أعرفش الناس. وبعدين هي كانت دايما تيجي الفرقة قليطة كده، كانت ست جميلة قوي، وأنا كنت تمسئ مساء الخير، فكانت دايما تقول الولية البت بتاعت القوم القليطة دي مالها متقنعرة كده. فالمهم لما دعيتني على الحفلة أنا ما روحتش، فقالت لجوزها رفضها، كان فاضل في عقدي 3 أشهر أخدتهم بدون ما أشتغل. كونت رأي عن إسماعيل ياسين؟ طبعا. ليه؟ لأن هذا الرجل يعني الجماهير اللي عنده كان خرافة، يعني ناس عالم ما عرفش يستغلهم صح يا أستاذ. إزاي؟ يعني المواضيع اللي كان بيقدمها، طريقة أدائه، مش لما أنا يكون عندي الكم الهائل من الجماهير دي ممكن أخدها أنا وأوجهها، مش يعني كان لازم يبقى عنده فكر، كان لازم يبقى عنده كلمة يقولها، كان لازم يبقى عنده طريقة أداء، بما إن عنده مثل هذا الرصيد الضخم اللي قلما إنسان يحصل عليه. مدام سناء، أنت صحيح بتكرهي اللون الأحمر؟ يعني جامد قوي بيبقى بالنسبة لي. ليه قصة في حياتك؟ مش فاكرة. أفكرك لما خدتي شلن ونزلتي وتلوت رجليكي واتخبطتي في بسطة ونزل دم أحمر وغطى فستانك، وبعدين رحت اتفرجت على فيلم مرة من رعاة البقر. ايه ده؟ فين؟ امتى؟ امال؟ لا في حياتك صدقني ناسية. فين؟ ما انا عملت تحريات عنك. الله 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 الله. وبعدين انت رحت مرة فيلم من الافلام فيها رعاة البقر، فكان المشهد اللي انت شفتيه في السينما حصلي؟ ايوه. لا، عبارة عن عملية الأسماك القرش بتنهش بقرة وبتعمل لا أنا فاكراه، ده فيلم فظيع. كان في قطيع من البقر بيمر وبعدين طلع القرش أكل، وبعدين ورونا الكاميرا قربت على المية وبقى الدم يفض كده، شيء بشع، أنا بحبش لون الدم.